أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل دائما مدرسة على الهواء. دعونا في البداية نرحب بالأخ الزميل الأستاذ أيمن صبري، أستاذ المادة بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بك مستر أيمن. استاذ باسم، اهلا بحضرتك كل اعزائنا الطلبه، باذن الله تكون حلقه موفقه وعلم النفس وعلم اجتماع. والنهارده موضوعنا من الموضوعات الهامه جدا، بنقول موضوعنا النهارده تمام مش بس لطلبه ابتدائي ادبي، لا ادبي وعلمي وكل الطلبه، ازاي نذاكر كويس وكيف نتعلم تعلم جيد. أعزائي الطلاب، موضوع اليوم هام وأيضا شيق وجذاب، جذاب لجميع أبنائنا الطلاب سواء علمي أو أدبي. موضوع اليوم مبادئ التعلم الجيد، كيف يكون تعلمي جيدا، وأيضا الاستذكار الفعال. ركزوا معايا في العنوان، كيف يكون التعلم الجيد. وضع علماء النفس مبادئ مستر أيمن للتعلم الجيد، وكيف يكون إذن استذكاري فعالا. سوف نتعرف على هذه الموضوعات أثناء حلقة اليوم إن شاء الله. مستر أيمن، لو أردنا أن نتساءل معا عن المبادئ التي وضعها علماء النفس من أجل التعلم الجيد في حياتنا، تمام، فماذا نقول لأبنائنا الطلاب؟ وهل من الأفضل أن يركز الطالب على هذه المبادئ ويربطها بأسس الإذكار الفعال، أم كل موضوع منفصل عن الآخر؟ تفضل حضرتك. بس ما خلي بالنا، هنا بنقول إن علم النفس بيدرس كل ما يؤثر على السلوك. علماء النفس أو أي عالم بيضع مبادئ أو قوانين أو أسس عشان الإنسان يقدر يمشي عليها فيكون تعلمه تعلم جيد. فعندنا هنا بنقول النهارده مبادئ التعلم الجيد. في إنسان أستاذ باسم بيتعلم لكن تعلمه مش جيد، مش حسن. لكن في إنسان بيتعلم تعلم جيد، طب يتعلم جيد إزاي؟ قال لك لما الإنسان يمشي على عدة مبادئ. ده اللي وضحها بقى علماء النفس. وعلى فكرة المبادئ دي مش كلام شخصي من علماء النفس، لا ده كلام الأبحاث والتجارب أثبتته إن هو كلام مهم. زي إيه كده عندي؟ زي الدافعية. الإنسان أستاذ باسم لو ما عندوش دافع يتعلم السباحة مثلا مش هيتعلم، لو ما عندوش دافع يتعلم فيزياء كيمياء أحياء مش هيتعلم. لازم يكون عنده الدافع. يبقى أول مبدأ عندنا النهاردة إيه؟ الدافعية، الدافع. الدليل مصداقا لكلام حضرتك، علماء النفس اخذوا الدافعيه من خلال التجارب التي حدثت فيما سبق في موضوع التعلم، جميل، هي نظريات التعلم. تمام. وجدوا ان الحيوانات تعلمت لان لديها دافع الجوع، فما بالك بالانسان ارقى بكثير من الحيوانات. فاذا كان دافع الجوع لو دافع فسيولوجي دافع بيولوجي يحرك الكائن الحي الحيوان من اجل التعلم، فما بالك بالانسان صاحب دوافع أخرى مكتسبة كدافع الإنجاز، دافع حب الاستطلاع، دافع الاكتشاف، دافع تقدير الذات. فبالتالي هذه الدوافع جديرة بأن تدفع الإنسان إلى التعلم. وحتى يكون تعلمك مثمرا وجيدا وفعالا لابد أن يكون لديك دافع وميول لهذا التعلم. تمام. أحيانا مصداقا لكلام حضرتك مستر أيمن، واحد ما عندوش الدافع للتعليم، يعني يروح مدرسة ولا يجي مدرسة بيفشل في موضوع التعليم، مش هيتعلم. طب واحد دخل كلية مجبر عليها برضو معلش بعد عيش. حتى التخرج برضو بيفشل في هذا تمام. التعلم. طب واحد ما عندوش رغبة لتعلم قيادة السيارات، طالما ما عندوش الدافع ولا الرغبة ولا الميول برضو لن يتعلم. إذن أول مبدأ بالفعل هو مبدأ الدافعية، وده هنلاحظه فيما بعد في أسس الاستذكار هنشير إليه بعد قليل. بالظبط. طيب بس برضو نشير لجزئية مهمة جدا، أن هناك فرق ما بين دافع الحيوان ودافع الإنسان. أشرت حضرتك قلت على الكلام ده أن دافع الحيوان في الغالب بيكون دافع فيسيولوجي، اما دافع الانجاز عند الانسان ده دافع اجتماعي. يبقى الدوافع موجوده عند الحيوان وايضا عند الانسان. يبقى دي اول مبدا عندنا، مبدا الدافعيه، جدا في تعلم الانسان تعلم جيد كويس. يبقى لابد من توفر الدافعيه اثناء عمليه التعلم. بالظبط. علينا ان نتساءل معا في النقطه الثانيه، هل التعزيز ايضا له جانب في التعلم؟ جميل. هل التعزيز اذا كان موجبا او سالبا هل يلعب دورا هاما في عمليه التعلم؟ اتفضل يا استاذ باسم. احنا عندنا الثواب والعقاب مهم، واول ما اقول ثواب وعقاب ده مهم جدا. ربنا سبحانه وتعالى لما عمل الدنيا بتاعتنا دي قال في جنه وفي نار. ليه؟ عشان الانسان يعمل الجنه ويبتعد عن النار، يعني يتبع الحسنات ويبتعد عن السيئات. تمام. نفس الكلام عندنا هنا، عشان اتعلم اي انسان يتعلم تعلم جيد محتاج مننا ان الانسان يثاب على شيء عمله زي مكافاه ما، او يعاقب على شيء ما. العقاب طبعا عندنا مش معناه الضرب، لكن ممكن عقاب كده يكون عقاب معنوي، نظره ازدراء للانسان عمل الشيء السيء، او مثلا في عقاب بسيط جدا لطالب صغير او طفل صغير مجرد خبط على ايد صغيره كده اتعلم ان الشيء ده غلط،
ببص له بتكشيره معينه ده اللي عمله ده غلط، دي كلها اسمها ايه؟ الثواب والعقاب، او بنسميها عندنا بقى بعلم النفس التعزيز، بعزز الاجابه بتاعتي. استاذ باسم لو احنا عندنا نفتكر لما كان عند القط خرج من القفص هنا العالم حصل تعزيز. ايه التعزيز اللي تم هنا؟ ان لقى الطعام. طب انا هفترض بقى العكس، لو كان القط طبعا ما حصلش لو كان خرج من القفص وحصل ليه عقاب مش هيرجع يعمل الموضوع ده تاني بالظبط. يبقى اصبح التعلم هنا قايم على يا استاذ باسم على الثواب والعقاب، او بنسميه التعزيز السالب والتعزيز الموجب. تمام. عزيز الطالب يلعب التعزيز دورا هاما في عمليه التعلم، فاذا كان التعزيز موجبا فيرد الدوافع لدى الفرد ويشبع الرغبات ويحقق ميول الفرد ويحقق رغباته، وبالتالي يكون المكافأة نوع من التعزيز، سواء مكافأة مادية كالتشجيع سواء مادي أو معنوي، أو مكافأة أيضا من حيث الدرجات، يعني طالب ذاكر واجتهد معايا واديته درجة بالفعل يستحقها فأخذ درجة نهائية، فهذا التعزيز إيجابي ويساعده على التعلم. ولكن مستر أيمن، أحيانا في البعض بيفهم أن التعزيز بالسلب لا يساعد على التعلم. عزيز الطالب قد يفيد التعزيز بالسلب في عملية التعلم. لماذا؟ لأن التعزيز هنا يشير عندما يعاقب الفرد على خطأ ما أثناء الخطأ أثناء عملية التعلم لابد من العقاب حتى يتجنب هذا الخطأ فيما بعد. واخد بال حضرتك النص الأمن؟ يبقى إذن التعزيز مهم جدا سواء بالإيجاب أو بالسلب. فالتعزيز إذا كان بالسلب فأنا هنا يعني إيه؟ بعاقب حتى يتجنب الشخص الخطأ فيما بعد. بالظبط. يبقى وبالتالي إيه؟ بساعده على عملية التعلم. يبقى التعزيز زي ما قلت حضرتك فعلا بيبقى موجب وبيبقى سالب. يبقى لو جالنا سؤال في الامتحان يفيد التعزيز بالسلب عملية التعلم، العبارة صح. صح تمام. يفيد التعزيز بالإيجاب عملية التعلم، برضو العبارة صح. لو قال الاثنين صح تمام. يلعب التعزيز دورا مزدوجا في عملية التعلم، العبارة صحيحة، اللي هو الدور إما بالإيجاب أو بالسلب. تفضل حضرتك. بس برضو في جزئية مهمة جدا بموضوع التعزيز وهو الميل أو الرغبة. بيلعب دور برضو مهم جدا في موضوع التعلم. طب هنا الميل بيظهر إمتى؟ قال لك لما يكون في حاجتين، لما يكون في ادراك للهدف من التعلم، يعني انا فاهم بتعلم ليه، ودي حته مهمه جدا. اول حاجه الثانيه ادراك اهميه التعلم بتاعي في المستقبل التعليمي. زي مثلا انسان مقبل على مثلا مهنه معينه، عارف ان سواقه العربيات او قطع السيارات مهمه جدا على الحصول على تلك المهنه، هيعمل ايه هنا؟ لازم هيتعلم ويبقى غصب عنه، او ممكن يكون بارادته، يبقى في عنده ميل، سواء الميل ده كان ايجابي او سلبي، المهم عنده الميل. عشان ايه؟ عشان يحصل على وظيفه ما. يبقى الميل او الرغبه بيلعب دور مهم جدا في موضوع التعزيز الايجابي او السلبي. وهنا بنقول بيتوقف على ايه؟ على ادراك الهدف من التعلم بتاعي. تاني حاجه ان انا اعرف التعلم بتاعي هل هيفيدني في المستقبل ولا مش هيفيد. تمام. ايضا عزيز الطالب من مبادئ التعلم الجيد الممارسه، والممارسه نوعان، ممارسه مركزه وممارسه موزعه. اولا نميز بين الاثنين سريعا. الممارسة الموزعة يتم التعلم فيها في جلسات قصيرة نسبيا يتخللها فترات راحة، وهقول زي ايه. اما الممارسة المركزة يتم التعلم فيها في جلسات طويلة نسبيا دون ان يتخللها فترات راحة. تمام. علينا ان نتساءل معا. السؤال اللي دايما بيجي في الامتحانات يا مستر تامر، يقول لي مثلا تعتبر الممارسة المركزة أفضل من الممارسة الموزعة؟ العبارة خاطئة. طب تعد الممارسة الموزعة أفضل من الممارسة المركزة؟ العبارة برضو. العبارة هنا إيه؟ تعد الممارسة الموزعة أفضل من المركزة. العبارة صحيحة. طب ونميز أو نفرق ما بين الممارسة المركزة والممارسة الموزعة. علينا أن نتساءل معا، إذا كانت الممارسة بالفعل تلعب دورا أثناء التعلم، هل هناك مبادئ تقوم عليها عملية الممارسة؟ هل لها علاقة بمبدأ الفروق الفردية بين الأبناء؟ طبعا. هل طبعا. بين الطلبة؟ هل هناك علاقة بينها وبين الانتقال من مادة إلى مادة أخرى أو من موضوع إلى موضوع آخر؟ اتفضل حضرتك. أستاذ باسم، بنقول هنا بنقول الموزعة أفضل ببساطة جدا. بنقول الإنسان ينظم وقته أو يقسم وقته أو يعمل جدول للمذاكرة بتاعته أو يعمل جدول لتعلمه أيا كان، كان عن التعلم عامة مش تعلم مادة بس الدراسية. طيب
هنا بيقول بقى ايه، هل الفترات الراحة ما بين المواد او التعلمات بتاعتي لابد تكون واحدة؟ قال لك لا، يتوقف ده على عدة شروط. اول حاجة نوع العمل نفسه، نوع العمل الذي يعمله الانسان، هل هو عمل يدوي او عمل ذهني، هل هو عمل اوتوماتيكي تلقائي او عمل ذهني. لو عمل بتاعي ذهني هنا لازم يكون ايه، تكون فترات الراحة الى حد ما اطول شوية. ليه؟ انا عندي الذهن بيتعب. طب لو كان بقى العمل بتاعي يدوي، يعني مثلا شغال في مصنع او حاجة، ممكن اخلي فترات راحة لكن ما تكونش طويلة شوية. يبقى هنا نوع العمل بيأثر بشكل كبير. وايضا الفروق الفرديه، الفروق الفرديه انا عندي ممكن انسان يقول لي انا ما ينفعش اسيب فترات راحه طويله، هشعر بالملل وعدم الرجوع للعمل مره اخرى، فلازم اذاكر المذاكره فاتت كلها مره واحده. مره واحده عن ايه؟ يعني فترات برضو راحه ولكن فترات راحه قليله شويه. واحد يقول لا انا بحس بالملل، لازم على الاقل ربع ساعه او 10 دقائق. ده يتوقف على ايه؟ على الفروق الفرديه بين الافراد. يبقى نوع العمل والفروق بيلعب دور كبير جدا في تحديد فترات الراحه. هناك فترة راحة قليلة أو فترة راحة طويلة. تمام. إذن عزيز الطالب، لو أنت بتذاكر مادة علم النفس واستخدمت طريقة الممارسة الموزعة، فلابد من تقسيم الموضوع إلى أجزاء أو إلى موضوعات، وقراءة كل موضوع على حدة، ثم أخذ قسطا من الراحة ثم أعود للمذاكرة مرة أخرى. طيب، وفي الغالب الممارسة الموزعة تكون فترات الراحة فيها قصيرة جدا، يعني أقول كده أخد راحة 5 دقائق وأرجع للموضوع التاني. ولكن إذا أردت أن أنتقل من مادة دراسية إلى مادة دراسية أخرى فتكون فترات الراحة أطول، لأن بهيئ ذهني إلى موضوعات جديدة لا علاقة لها بالموضوعات السابقة. يعني هنتقل على سبيل المثال من الرياضيات إلى اللغة العربية، او من الانجليش الى اللغه الفرنسيه. يبقى في الحاله دي لابد فترات الراحه بين الموضوعات دي او بين المادتين تكون اطول، وبالتالي هستخدم هنا الايه، الممارسه المركزه، فترات الراحه فيها تكون اطول. فالانتقال من ماده الى ماده اخرى فترات الراحه تكون اطول، زي ما قلت حضرتك هتوقف على نوع العمل او الماده نفسها بالظبط. طب اذا كنت بنتقل داخل الماده الواحده ففترات الراحه بتكون ايه، اكثر. اذا عزيز الطالب علينا ان نهتم بهذه الممارسات، وخاصه الممارسه الموزعه لانها افضل في عمليه التعلم. مستر ايمن، علينا ان نتساءل معا، هل للطالب او للمتعلم دور ايجابي اثناء عمليه التعلم؟ طبعا. كتير جدا بيروحوا المدارس وبييجوا من المدارس او بييجوا درس بيروحوا من درس ولكن ما عندهمش دور ايجابي. ولكن علينا ان نلفت انتباه ابنائنا الطلاب، لابد ان يكون لك دور ايجابي اثناء عمليه التعلم. هل بالفعل الدور الايجابي له دور في عمليه التعلم؟ طبعا ده دور مهم جدا. الانسان لازم يكون ايجابي مش متلقي سلبي. يعني مثلا قاعد قدام المدرس في الفصل بتاعي في المدرسه اللي بيقولوا انا بحفظه وخلاص، قال لك لا، ده انت لما تعد الدرس قبل ما تذهب للمدرسه ده دور مهم جدا. اصبحت هنا ايه، اصبحت دورك ايجابي. ايه ايجابي؟ انا ممكن احضر الدرس وابدا كده اعمل مثلا حاجات بسيطه، عناوين صغيره على جنب عشان اروح المدرسه، يا استاذ لو سمحت الجزئيه دي كذا، والله انا ليا وجهه نظر في الحته دي، الحته دي ممكن اضيف عليها كذا، ممكن تحط سؤال يا استاذ في الحته دي كذا. ده كله اسمه ايه، دور ايجابي للانسان. مصداقا لكلام حضرتك زمان كانوا يقولوا لنا ايه، حضروا الدرس قبل ما تيجوا. الكلمه دي للاسف انا حزين لانها انتهت، مش موجوده خالص. لسبب بسيط، الطالب بيفهم المستر لما يقول له حضر الدرس قبل ما يجي، قال يعني البيه هيستعان منه وياخد منه ويقول. لا لا لا، اولا اعداد الدرس اي تحضير الدرس الجديد قبل شرح المدرس ده دورك الايجابي. ان انا احضر الدرس تحضير جيد، اشرح الدرس النفسي، احط خط تحت النقاط الصعبة او الغير مفهومة عشان افهمها اثناء شرح المدرس، اشترك اثناء الدرس في المناقشة مع المستر بتاعي، اناقش في الدرس، لابد ان احنا نطرح اسئله ونجيب عليها. فهذا الدور الايجابي لعمليه الايه، المتعلم اثناء عمليه التعلم. بالظبط. فلابد ان يكون لنا دور ايجابي. يعني ننصح ابنائنا الطلاب حتى لو رايح المدرسه، لو رايح درس، يشوف هياخد ايه النهارده ويحضره في البيت، لان ده يعتبر مبدا من مبادئ التعلم الجيد، وهو الدور الايجابي للمتعلم. عزيز الطالب ركز على النقطه دي، او بتفرق كتير. جربها مع نفسك، انت رايح تاخد درس النهارده علم نفسي مثلا، طيب ما حضرتش الدرس، يعني مالكش دور ايجابي. طب حضر الدرس مره تانية وروح عند المستر وناقشه في الدرس اثناء الشرح، شوف قد ايه النتيجه الايجابيه اللي هتعود عليك. استاذ باسم، ساعات بيحصل ايه، ان الاقي مثلا الطالب في المدرسه تناول الدرس ما كانش اعده اعداد جيد في الاول، او لم حتى ينظر اليه،
لكن تمام. راح المدرسه الموضوع اصبح بالنسبه له جديد نوفي. تمام. يروح البيت بقى يذاكر، يرجع الحصه اللي بعد يا استاذ لو سمحت الحته دي مش فاهم. طب ما انت كان عندك الفرصه قبل ما تحصل على المعلومه الجديده حضرها قبل ما تروح المدرسه. لان انا حته مهمه فقط الدور الايه الايجابي اللي هو الدور المفروض ان يقوم. تمام. تمام. علينا ان نتساءل معا، هل من مبادئ التعلم الجيد ايضا عندما ننتقل من موضوع له علاقه بموضوع اخر هل يفيدنا في عمليه التعلم؟ تمام. استاذ اسمع، عندنا هنا برضو بنقول قابليه التعلم للانتقال، ده مبدا من مبادئ التعلم. يعني ايه؟ تزداد كفاءه التعلم اذا كان تعلم موضوع معين يؤثر تاثيرا ايجابيا على موضوع اخر. نخلي بالنا لازم تكون هناك علاقه بين الموضوعات. لو في علاقه هتلاقي التعلم جيد جدا. طب ما فيش علاقه بيبقى التعلم الى حد ما محتاج صعوبه. طب. او محتاج من الانسان مجهود يفعله. تمام. هسال حضرتك سؤالا يتعلق بهذا الموضوع. فضل. عندما ننتقل من موضوع الى موضوع اخر فما هي العناصر التي يجب او الشروط التي يجب تتوافر في الانتقال الموجب؟ بالظبط، دي حته مهمه جدا. اتفضل. لان هنا حضرتك ممكن ننتقل من موضوع لا علاقه له بهذا الموضوع، ولكن عندما ننتقل من موضوع ما الى موضوع اخر يرتبط به لابد ان يكون هناك توافر شرطان في هذا الانتقال الموجب. تفضل حضرتك. اول عنصر عندي يا استاذ باسم هو عشان الانسان ينتقل من موضوع الى موضوع اخر يكون اساسا فاهم. تمام. الفهم هنا عندي مهم جدا، بنسميه الادراك. انا مدرك العلاقه من الموضوعات، لكن مثلا اليس مدرك العلاقه بين المثلث مثلا ومتوازي الاضلاع؟ هو في علاقه، ده عباره عن مثلثين، حب افهم ده عشان مرتبط بده. بس امتى؟ لما افهم ان الشكل ده ليه علاقه بالشكل التاني، يبقى اول حاجه الفهم. تمام. تاني حاجه العناصر المشتركه. النهارده استاذ باسم يمكن هنقول الكلام ده النهارده، احنا عندنا حاجه اسمها اسس لاستذكار الفعال. تمام. وحاجه اسمها مبادئ التعلم الجيد، يمكن تلوناها واصبحنا خلصنا. بالظبط. هنا بقى هل هناك علاقه بين مبادئ التعلم دي والاسس لاستذكار الفعال؟ هنجد العلاقه، بس امتى؟ لما توجد عناصر مشتركه. طب ما فيش العناصر المشتركه يبقى اصبح هنا الانتقال هيكون الى حد كبير صعب. استاذ باسم انا مثلا ممكن اتعلم قاعده اللي هي العربيات اللي هي الكبيره، التريلات الكبيره دي المقطوره. طيب انا هتعلمها على طول دون ما اكون عارف اساسا اسمها عربيه ملاكي؟ ما ينفعش. ما ينفع. لازم اقول الاول ايه، بنتقل من حاجه صغيره الى حاجه تانية كبيره، مع ان هناك علاقه بين ده وبين ده. تمام. ندرك ونفهم من كلام حضرتك ان اذا كان هناك انتقال بين موضوع وموضوع اخر فلابد من توافر العناصر المشتركه بين الموضوعين. تمام. مثال، انا بدرس مثلا تلوث البيئه في جيولوجيا مثلا وعلوم البيئيه. طيب وفوجئت بهذا الموضوع مثلا في علم الاجتماع او في اي ماده اخرى. اذا لابد من وجود عناصر مشتركه. بالزبط. يعني ايه اسباب التلوث؟ طب ايه اسباب تلوث الهواء؟ طب ايه النتائج المترتبه على تلوث الهواء؟ وهكذا. يبقى اذا كان هنا فيه عناصر بالفعل مشتركه فالانتقال موجب، ولابد من الفهم الا وهو ادراك العلاقات بين الاشياء. عزيزي الطالب، علينا أن ننتقل إلى موضوع آخر هام مرتبط بهذا الموضوع ألا وهو أسس الاستذكار الفعال. ده الموضوع يا مستر أيمن بحب أوي 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 إن أنا أقوله للطلاب في طابور الصباح دائما في أي مدرسة أنا بزورها. تمام. علينا أن نتساءل بصوت بيه جدا، الطالب العلمي وطالب الأدب وطالب أولى سنة وطالب تانية سنة وحتى طالب الإعدادية، إذا ركز في الموضوع ده هنحس إن إحنا كانت عادتنا في الاستذكار خاطئة. تمام. فبالتالي التعلم عندنا مش فعال. فإذا أردنا أن نلفت الانتباه أن هناك علاقة بين، وده انتقال موجب، بين مبادئ التعلم الجيد وأسس الاستذكار الفعال، أول عنصر ألا وهو الانتباه. عزيزي الطالب، كيف يتحقق الانتباه أثناء عملية الاستذكار؟ مستر أيمن، حضرتك عايزة تلفت النظر كيف يتحقق الانتباه أثناء عملية الانتباه. يعني ايه؟ يعني ازاي اركز أثناء عملية الاستذكار وحتى يكون الاستذكار فعال؟ ان كثيرا من الطلاب بيتساءل بقول انا بذاكر ونسبة التحصيل أثناء المذاكرة بتقل، انا بذاكر وبنسى اللي انا ذاكرته، طب انا بذاكر وما بفهمش حاجة. اجاب علماء النفس على هذا التساؤل ووضعوا لنا اسس الاستذكار الفعال. هنبدأ معا بالانتباه. حضرتك عايزك تلقي الضوء على الانتباه وسوف اعقب عليه ايضا لانه موضوع هام لابنائنا الطلاب. تفضل حضرتك. استاذ باسم، هنا بنقول نخلي بالنا اذا كنا بنكون على التعلم الجيد انا هتعلم. تعلمي ده مش لازم تعلم عن طريق المذاكره، ممكن اتعلم سواقه العربيات، السباحه، اتعلم ايضا فيزياء، كيمياء، احياء، علم نفس. انا بتكلم النهارده عن ايه بقى؟ اسس لاستذكار الفعال. لازم يكون تعلمي
تعلم جيد او يكون استذكار فعال يعني برضو جيد. ازاي بنسمع كتير ابنائنا الطلبه ولي الامر يقول له ايه؟ يقول له لو سمحت ركز، المدرس في المدرسه ركز. جميل قوي. اركز ازاي؟ ما حدش قال لي. علم النفس هيقول لي بقى، هيقول لي ايه؟ خصص اول حاجه وقت معين لاستذكار دروسك. بنسمع كتير من الناس يقول لي انا عامل جدول للمذاكره، اقول له جميل، يبقى انت حددت ايه؟ من الساعه كذا للساعه كذا ده وقت المذاكره. اي حاجه هتيجي في الوقت ده زميلي يتصل بيا، في مباراه، في اي حاجه، انا محدد. قسم وقتك، اتفرج والعب واعمل كل حاجه، بس اكتر حاجه تعملها ايه؟ ان عندك انت مهمتك الاساسيه انك طالب، خلي الوقت الاكبر للمذاكره. يبقى ده اول حاجه، تخصيص وقت معين لاذكار الدروس. كويس قوي. طب مستر ايمن، ننصح ابنائنا الطلاب في النقطه دي بايه؟ هي مكتوبه في الكتاب تخصيص وقت معين للاستذكار والالتزام بها، يعني تحديد وقت معين. ايه فلسفه ان انا بحدد وقت للاستذكار والتزم به؟ اولا لابد من وجود الدافعيه للاستذكار، الرغبه للاستذكار. بمعنى ايه؟ اكون هقول هبدا مذاكره الساعه 6 مساء، تمام. المفروض الساعه 6 الا ربع اكون واخد كوبايه الشاي بتاعتي وداخل الاوضه بتاعتي وعندي استعداد نفسي وتهيئ نفسي للاستذكار. يبقى اذا لا، كثير من ابنائنا الطلاب بيدخل اوضه المذاكره يعني الدواء المر، تحق الاب والام، قوم يا حبيبي ذاكر، قوم يا حبيبي خلاص الفيلم انتهى، قوم يا حبيبتي المسلسل انتهى، قوم. يروح داخل الاوضه المذاكره بتاعته ورازع الباب ايه وراه ويقطع المذاكره على ايه بيذاكروها. دائما يقول الطالب هذه المقوله، كيف اذا يتحقق الانتباه؟ يبقى اول شرط انا بحدد وقت ليه حتى يكون الفرد او الطالب مهيئ نفسيا ولديه استعداد نفسي لعمليه المذاكره. زي ايه يا مستر تامر النهارده؟ نتمنى الفوز ويفرح مصر كلها النادي الاهلي، تمام. تلاقي حضرتك الماتش الساعه 9 او الساعه 10، تلاقي من الساعه 7 الشباب حاجزين في القفاءات وحاجزين ما شاء الله واخدين بعض وجاهزين. ده اسمه ايه هنا؟ الاستعداد النفسي، التهيئ النفسي. مين فيكم اللي بيدخل أوضة المذاكرة عنده استعداد نفسي زي ما يكون هيشوف مباراة هو في انتظارها أو بيحبها؟ فنتمنى أن تكون المذاكرة هكذا وليس دواء مر لابد إيه منه. أستاذ باسم، هنا لما نقول للطالب النهاردة حضرتك أشرت قلت هيتفرج على ماتش ومهيئ نفسه، يعني مخصص الوقت بتاع مين؟ المباراة. تعالى تاني يوم هيقول لك المباراة لقطة لقطة، يعني فاكرها كلها ليه؟ كان مركز لان الوقت ده كان مخصص للمباراه. نفس الكلام لو خصصت الوقت ده بقى لاستذكار دروسي، تمام. هتلاقي تاني يوم وتالت ورابع بعد شهر واخر السنه الكلام ده كله في ذهني اللي هو الماده. ليه؟ كنت مخصص الوقت دوت لاستذكار دروسي. برضه حته ثانيه استاذ باسم، خلي بالنا، لازم اخصص مكان معين لاستذكار دروسي ويكون بعيد عن اماكن الراحه والنوم. طب استاذنك عشان بس ابننا ما يقعدش كتير على التليفون. الو، معانا احمد من سوهاج. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. ايوه يا احمد، ازيك؟ وعليكم السلام. ازيك يا مستر؟ ورحمه الله. ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ عندي سؤال. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. هل حققت نظريه التعلم بالمحاوله والخطا التعلم الذي تريده؟ اشرح. لا كمل بس. هل حققت نظريه التعلم بالمحاوله والخطا التعلم هل حقق الذي تريد؟ اشرح. يبقى هنا ماشي، يبقى تشرح نظريه التعلم بالمحاوله والخطا، وهي بالفعل يا احمد حققت التعلم. اتفضل يا مستر. في اسئله ثانيه يا احمد؟ لا، في سؤال ثاني. طب بص يا احمد برضه، معلش، في سؤالك ده انت هتشرح هنا التطبيقات التربويه بتاعت التعلم بالمحاوله والخطا، لانه عايز بيقول لي هنا عايز الجانب التطبيقي بتاعه. هل هنا استفدنا من النظريه دي ولا ما استفدناش؟ انا عندي في جزئيه في الماده بتقول التطبيقات التربويه لكل نظريه، يبقى هنا السؤال هيجي هجاوب ايه؟ هجاوب التطبيقات التربويه للمحاوله والخطا في سؤالك الاولاني. وجزء تاني يا احمد، القط لما سنداء حطه في القفص وقعد يعمل عده محاولات خاطئه وبعدين تعلم ازاي يفتح القفص بالسقاطه او الاكره بتاع الباب وبدا يطلع للطعام، اتعلم ولا متعلمش؟ اتعلم. يبقى هنا تم التعلم. طيب التساؤل الاخر، هل يمكن الاستفاده من هذه النظريه تربويا؟ هل يمكن الاستفاده من هذه النظريه في حياتنا العمليه؟ يبقى هقول بقى هنا ايه التطبيقات التربويه لهذه الايه النظريه، تمام. بالفعل حققت نظريه الايه المحاوله والتعلم بالمحاوله والخطا ايه تطبيقات تربويه. ايه السؤال الثاني يا احمد؟ السؤال اتفضل. فسر كيف يتعلم الفرد ادراك الموقف الموجود فيه لديه الذاكره.
لا لا تاني؟ الصوت مش واضح عندنا يا احمد، الصوت مش واضح يعني، معلش واحده واحده عشان يوضح عندنا الصوت، الصوت مش واضح خالص. اتفضل. فسر كيف يتعلم الفرد. فسر كيف يتعلم الفرد. تمام. الموقف الموجود فيه، الموجود فيه، الموجود فيه لجاي الدشترة. ليه؟ لجاي الدشترة. ليه؟ انا مش سامع، مش واضحه خالص عندنا عموما. بس بصراحه طب هو تقريبا الخط قطع. اشكرك يا احمد، شكرا جزيلا على الاتصال. بس السؤال الاخير، مش بقى السؤال بقى. لا السؤال اصلا ما يجيش في الامتحان. معلش، ما احنا خبرتنا برضو ان احنا هو حتى اخره مش باين، مش عارف هو يقول مش ايه. بعدين عمره ما يجي سؤال فسر كيف. خلي بالك حضرتك، تمام، صيغ السؤال نفسه، لان دي ما تجيش خالص. يتعلم الفرد الموقف الموجود فيه، يعني طب في ايه او اثناء عمليه ايه. فالسؤال بالفعل ناقص. معلش يا احمد، معلش نرجع مره تانية يا احمد للسؤال ده، اذا كان مثلا عندك جبته من كتاب او حاجه، من جبته من كتاب او حاجه يا احمد، معلش راجعه مره تانية واتصل بينا عشان نعرف سؤالك ايه بالظبط ونجاوب عنه. لكن السؤال كده بالنسبه لنا مش واضح خالص. ماشي. مستر ايمن، نرجع تاني لموضوعنا. حضرتك بتقول تخصيص النقطه التانية، تخصيص مكان معين للاستذكار والالتزام به والبعد عن اماكن الاسترخاء كالسرير. عزيز الطالب، ما اقعدش اذاكر المفروض تربويا وعلميا في المكان اللي انا بنام فيه نفسيا حنام. زي ما في الكليات العسكريه وكليات الشرطه كده، طبعا هم اللي بيطبقوا المبدا ده، مكان للاكل، مكان للنوم، مكان للمذاكره. طيب ما فيش سرير يتحط ابدا في المكان اللي بيذاكر فيه الطالب. ولكن مستر ايمن خلينا واقعيين، ظروفنا الاقتصاديه تكاد تكون واحده. المكان اللي انا بذاكر فيه هو المكان اللي انا احيانا بستخدمه، مطبخ بالليل، كوجينه بالليل، بقعد بالاطاله اقعد اكل فيه. وهو المكان اللي فيه السرير اللي انا بنام فيه. تمام. لان اغلبيتنا الثلاث اوض والصاله، فهي الاوضه اللي بيذاكر فيها هي الاوضه برضو اللي بينام فيها. طب ايه النصيحه اللي ممكن نقولها لابنائنا الطلاب؟ طيب قاعد في الاوضه اللي انا بنام فيها، ما اقعدش اذاكر على السرير. تمام. البعد عن اماكن الاسترخاء كالسرير، ان اللي بيحصل ايه لما اجي اقعد على السرير، اولا الايحاء للنوم اكثر من الايحاء للتركيز والانتباه. هقعد اذاكر على السرير، ابص الاقي في الايام اللي جايه في البرد الاقي السرير بيقول لي قمهير، وانا قاعد على المكتب بتاعي اروح واخد كتابي ورايح اشد الحزام بتاع البطانيه او اللحاف واقعد اذاكر وانام، يصحوني الصبح انا والكتاب من تحت الايه البطانيه على سرير المسجد. ممكن الكتاب يصحى وانا ما اصحاش. اجي بقى اقول لهم ايه في المدرسه؟ ده انا خلصت علم النفس كله ومش فاكر منه حاجه. ما تنفعش. يبقى فعلا البعد عن اماكن الاسترخاء كالسرير. طيب يبقى المفروض هنا في نقطه مش موجوده مستر ايمن في الكتاب السنه دي، لكن مهمه جدا، يمكن مكمله للنقطه دي، اللي هي هنقولها كان بثقافه لابنائنا الطلاب. تمام. اللي هي الجلسه المعتدله وتحريك الجسم من حين لاخر. تمام. يبقى انا اقعد في الاوضه بتاعتي اذاكر على المكتب بتاعي. طيب. تمام. ايه شروط القعده على المكتب؟ اقعد فارد ظهري، اولا دي لها مستين، صحيا وعلميا. صحيا من امراض سن المراهقه تقوس الظهر، يعني لو الواحد قاعد دايما تاني ظهره ده بيصاب بالاتب اللي احنا بنسميه الاتب. بالزبط. تقوس الظهر. صحيا المفروض اقعد فارد ظهري زي ما انا قاعد كده دلوقتي. هتقول لي ذنب، هي طريقه المذاكره الصح. طيب اقعد على التعود. التعود. طيب ما اقعدش على المكتب بتاعي وعامل كده، لان ممكن انا عايز انام اخبط افوق اركن الناحيه الثانيه. الجماعه اللي هم تقال ايضا في الجسم بيقعدوا احيانا قاعده غلط، بيشيلوا رجليهم يحطوها على كراسي قدامهم ويرموا ظهرهم على المكتب، برضو ما ينفعش. او احط رجلي على المكتب فوق وظهري على الكرسي تحت، برضو خطا. كل ده اصلا يبقى اذا كل ده يؤثر في عمليه الاستذكار. فالمفروض الجلسه المعتدله وتحريك الجسم من حين لاخر، يعني اقعد ساعه اذاكر اقوم احرك جسمي كده ليحصل حاجه في العمود الفقري او حاجه، احرك جسمي من حين لاخر. يبقى بالتالي دي مكمله للنقطه اللي هي ايه الجلسه. طبعا بيقول لي البعد عن اماكن الاسترخاء كالسرير، المفروض يقول لنا طب هيذاكر فين؟ يبقى يقعد على المكتب بتاعه، وازاي يقعد على المكتب من خلال الجلسه الايه المعتدله. بس اشرت الجزئيه مهمه جدا، ان كل واحد له ظروفه. هفترض ان البيت بتاعي الاوضه بتاعتي فيها كل حاجه، المعيشه بتاعتي، بعض ظروف الناس. طيب نعمل ايه؟ نرجع بقى مره ثانيه مبادئ التعلم الجيد. لو انا عندي الدافع هيكون الدافع قوي، خليني اتغلب على اي صعاب. وده برضو عندنا اساس من الاسس، وهو التدريب على الاستذكار في الظروف المتغيره. في دوشه تمت، ضوضاء، هذاكر اثناءها. هو طبعا ده مش مناسب، لكن بقول هفترض ان في دوشه، راجع من المدرسه ولقيت البيت بتاعنا شايلينه، في عيد داخل او حاجه وبينظفوا. طب ايه اللي يحصل؟ مش هذاكر، مش
حاول، ما بقولش ده جو مناسب، لكن درب نفسك على استذكار في الظروف المختلفة أو المتغيرة. كالهدوء والضوضاء. بالظبط. عزيز الطالب التعود على الاستذكار في الظروف المتغيرة كالهدوء والضوضاء. يعني في طالب مصر أيمن بيتهم دائما في أماكن هادئة. واحد قاعد مثلا في الأماكن المدن الجديدة زي القاهرة الجديدة أو كده، أماكن هادئة. ماشي. واحد تاني قاعد مثلا في بولاء ضوضاء وسيارات وكلام من ده. طيب أنا هنا بقول له ممكن تتساوى مع اللي قاعد في الهدوء عندما تعود نفسك أيضا على الاستذكار في عملية الضوضاء. يبقى إذن الإنسان المفروض يذاكر في الهدوء ويذاكر في الضوضاء، ويركز في الهدوء ويركز في الضوضاء. لكن أحيانا بيحصل إيه يا مصر أيمن؟ في فرح زي ما قلت حضرتك كلمة جميلة جدا، لابد من الدافعية أثناء عملية الاستذكار. طبعا. طيب في هنا واحد رايح يصلي، ليه الجامع إيه؟ قافل. فخلي بال حضرتك ما عندوش النية إنه يصلي، بيقول بركة اللي جات منك يا جامع. طب ما في أكتر من مسجد غيره. نفس الطريقة الطالب اللي ما عندوش الرغبة ولا الدافعية للاستذكار، أول ما يلاقي في فرح جنب البيت يقول إيه؟ سكتوا الفرح عشان أذاكر. لا يقول لي لا أنا ما أعرفش أذاكر. تيجي الأم عاطفية شوية، يا ماما يا حبيبتي أنا مش عارف أذاكر من المولد اللي قدام البيت. الأم عاطفية شوية، تعالي يا حبيبتي وماله؟ تعالي نقف أنا وأنت في البلكونة نتفرج على الإيه؟ على الفرح. طب هل سألت نفسك لماذا فشلت في عملية الاستذكار في هذه الليلة؟ الدافعية. ماذا يحدث المستر أيمن لو صبح على الطالب ده امتحان الثانوية العامة؟ بيدخل البيت، بيدخل جوه ويقفل الإزاز ويقفل الشيش ويذاكر وينتج، يعني يركز. أيوة يركز. أيوة. إيه السر بين الموقفين؟ الدافع. الأول فقد الدافعية، الثانية لدي الدافعية للاستذكار والانتباه أثناء عملية المذاكرة. عزيز الطالب أرجو الاستفادة العملية وليست النظرية من درس اليوم. مستر أيمن، ماذا يحدث لو كان ابنا من الأبناء لديه مشكلة نفسية أو حتى اجتماعية أثناء عملية الاستذكار؟ فهل يجب التخلص من هذه المشكلة؟ دي مهمة جدا جدا، بالذات فترات المراهقة. بتلاقي بقى الحاجات العاطفية، مشاكل عاطفية، المشاكل العادية حتى بين زميلي مثلا في المدرسة، بين أخويا في البيت، أي مشاكل. بحاول أتغلب على كل الصعاب، لأن للأسف، مش للأسف، ده أنا قدامي هدف واحد ألا وهو النجاح، والنجاح بتفوق. كان ثانوية عامة، يعني مفترق طرق، بخش بطلع بقى محامي أو محاسب أو يبقى هنا أقول إيه؟ لازم الإنسان يتخلص من المشكلات بقدر كبير، بمعنى إن عندي أي مشكلة بتعترض حياتي في الفترة دي لازم أتغلب عليها سريعا، عشان يكون إيه؟ أنا بتكلم النهاردة عن إيه؟ عن انتباه. الانتباه عشان أنتبه لازمني خمس حاجات: تخصص وقت معين، ومكان معين، ابذل بعض المجهود، الاستذكار في الظروف المتغيره، واخر حاجه التخلص من المشكله، عشان انا بس حاجه واحده عشان اركز وانتبه. وعن طريق مين اتخلص من المشكله عزيز الطالب؟ عندي اخصائي، لو مشكله نفسيه عندي اخصائي نفسي في المدرسه. طب لو مشكله اجتماعيه عندي اخصائي اجتماعي بالمدرسه. طب احنا بلاش الطالب، احنا دلوقتي مستر ايمن معلش، لو عنده مشكله قبل ما ادخل الاستوديو اصلا، يبقى المفروض في باجي في اي باسكت واجيب المشكله واروح رميها قبل ما ادخل الاستوديو. لماذا؟ لان لو قعدت حاليا وفكرت في المشكله اللي انا بفكر فيها هيؤثر على ادائي اثناء الايه بالظبط. فهل هل احدا منا يخلو من المشكلات؟ كلنا مشاكل، ولكن الانسان الذكي ان يتخلص من المشكله اثناء الوقت الحاسم او الحساس. قاعد بذاكر انسى المشكله بتاعتي خالص. طيب علينا ان نتساءل معا ايضا من اصل الاستذكار الفعال، ثانيا زياده الرغبه في الاستذكار. عزيز الطالب ركز معايا، اول مبدا من مبادئ التعلم الجيد مستر قلنا الدافعيه. طب هل ممكن نطرح اسئله الاول على الجزئيه الاولى بتاعت الانتباه، على الانتباه، وبعد كده نشوف النقطه الثانيه؟ اتفضل حضرتك. بس قدامنا كده عشان بنقول اول سؤال، وضح كيف يمكن زياده الانتباه والتركيز اثناء الاستذكار. ادي اول سؤال. السؤال الثاني، من أسس الاستذكار الجيد أن تكون دائما في حالة انتباه، كيف يمكن تحقيق ذلك؟ كل الأسئلة دي إجابتها في الآخر إيه؟ هكتب الانتباه وشرح الانتباه. جميل. طيب ممكن برضه السؤال يجي بشكل تاني، يقول لي وضح كيف يمكن زيادة الانتباه والتركيز أثناء الاستذكار. وضح كيف يمكن زيادة الانتباه والتركيز أثناء الاستذكار. أو السؤال يجي لي بشكل تاني أو بصيغة أخرى، من أسس الاستذكار الجيد أن تكون دائما في حالة انتباه، كيف يمكن تحقيق ذلك؟ سؤال بيقول للانتباه دورا هاما في تحسين طرق الاستذكار، كيف يتحقق ذلك؟ نرجع بس بقى إلى الأساس الثاني في أسس الاستذكار الفعال. طيب قبل ما ادخل في النقطه الثانيه، برضو السؤال السابق ممكن يجيني في صح ام خطا مع التعليل، يفيد الانتباه
في الاستذكار الفعال، اقول له العباره صحيحه واقول كيف يتحقق الايه الانتباه. تمام. عزيز الطالب، النقطه الثانيه في اصل الاستذكار الفعال زياده الرغبه في الاستذكار. ركزوا بقى معايا، تلعب الدافعيه او يلعب مبدا الدافعيه دورا هاما في تحقيق الرغبه في الاستذكار. هنا مستر ايمن قلنا في البدايه في مبادئ التعلم الجيد الدافعيه، وهنا ايضا بنتحدث ان تلعب الدافعيه دورا هاما في عمليه الايه الاستذكار. مره بشرح للطالب يا مستر ايمن بقول له ايه زياده الرغبه في الاستذكار، فرد عليا رد جميل جدا بيقول لي ايه، هو في رغبه اصلا يا مستر عشان ازودها؟ وفي عند حد عنده رغبه للمذاكره؟ قلت رديت عليه قلت له طب كيف يكون لديك رغبه اثناء عمليه الاستذكار؟ سالته سؤال، قلت له انت مش بتفكر، انت دخلت ثانوي عام ليه وهو ارقى انواع التعليم، عشان تسقط ولا اختيارات ولا عشان تدخل معهد ولا عشان تدخل كليه محترمه؟ قال لا عشان ادخل كليه. قلت له طب ده مش هدف؟ قال لي هدف. قلت له هكذا تتحقق الرغبه في الاستثمار، العب لهذا الهدف بقى. يبقى اول حاجه لابد من التفكير في الاهداف التي يسعى الفرد الى تحقيقها. يبقى اذا طالما انا عندي هدف اريد تحقيقه لابد من يكون عندي رغبه اثناء عمليه الايه الاستذكار. بمعنى ايه؟ انا ليا رغبه في تدريب في دراسه ماده علم النفس، هكون ناجح ومتفوق في ماده علم النفس لان الدافعيه لعبت دور هام جدا. طب انا ليا رغبه ادخل كليه الحقوق، هكون محامي ناجح ومشهور. ليا رغبه في او ليا هدف ان انا ادخل كليه التربيه او كليه الاداب واطلع مدرس، هكون ايضا مدرس ناجح ومشهور. يبقى اذا لابد من التفكير في الاهداف التي يسعى الفرد الى تحقيقها. تمام. طيب الحاجه الثانيه مستر ايمن، علينا ان نتساءل معا، هل التنافس مع الذات يساعد ايضا على زياده الرغبه اثناء الاستذكار؟ اتفضل حضرتك. استاذ بسم الله، بنقول بزود الرغبه كاني بالظبط انا بشحن نفسي، بزود الشحنه. الشحنه هنا بتزيد ازاي؟ استاذ باسم الجزء منها بفكر في الهدف، انا قدامي هدف النجاح والنجاح بتفوق. الان لو عايز اجيب مثلا 100% هكون مذاكرتي 100%. طب المذاكره بتاعتي قليله شويه عشان الهدف بتاعي قليل شويه. كل ما الهدف زاد كل ما الانسان كان بيبذل مجهود للوصول لهذا الهدف. تاني حاجه استاذ باسم ممكن اشار اليها، التنافس مع الذات. باذن الله السنه دي هحصل على كذا، السنه دي هكون الاول على الجمهوريه، النهارده هخلص باب الاولاني مثلا في علم النفس. ان دي كلها اسمها ايه؟ تنافس مع الذات. تنافس لايه؟ للحصول على الدرجه الاعلى. تمام. وده اسمه التنافس مع الذات. يبقى تمام. على الطالب ان يضع لنفسه مستوى يجب ان يتخطاه ويتجاوزه. بس عزيز الطالب المستوى يجب مستر ايمن ان يكون قريبا من قدراتي. بالظبط. حتى يعني مثلا ايه؟ يعني انا مستواي يجيب 60% مثلا، يبقى بلعب على 70 ممكن احقق 70%. طب 70 ممكن اجيب 80، 80 ممكن او هكذا. لكن ما احبش ابدا طالب يبقى قدراته الذهنيه ضعيفه ويدخل علم علوم يقول لك عشان ادخل كليه الطب. يبقى حدد لنفسه هدف يفوق كثيرا قدراته، فبالتالي بيفشل في الالتحاق بكليه الطب، فبالتالي بيسبب له ليه الاحباط. يبقى اذا التنافس مع الذات مش معناه ان انا بجري قصاد خيالي، التنافس مع الذات معناه انا بضع هدف يتمشى مع قدراتي، واذا كان يفوق قدراتي بقليل حتى يمكن ايه تحقيقه. مدرس قال لي انت ضعيف، طب هثبت لك يا مستر ان انا كويس وذاكر واجتهد. طب مدرس قال لي انت كبيرك هتجيب 50%، طب ان شاء الله يا مستر هتشوفني حضرتك انا هجيب كام في الثانويه العامه. ادي التنافس مع الذات، ان انا احدد هدف قريبا من قدراتي حتى يمكن تحقيقه. ايضا لابد من تحديد وقت معين للانتهاء من الاستذكار او من مذاكره الماده او الاستذكار بصفه عامه. علينا ان نتساءل معا ايضا، ما فلسفه تحديد وقت معين للانتهاء من استذكار ماده او الاستقرار كله؟ تمام. هنا طبعا ممكن نقول الوقت اللي ممكن يدهم الانسان، يعني ممكن الانسان يبقى عنده الوقت، يمكن الكلام ده اتكلمناه في الانتباه. لازم احدد وقت الاستذكار دروسي. يعني ايه؟ انا مثلا بقول النهارده هخلص من الساعه 3 للساعه 6 مادتين مثلا، اقول مثال مادتين. طيب ده عدى ساعتين والماده الاولى لسه ما خلصتش، لازم بقى ابدا ايه؟ هشاهن نفسي، ما انا هعمل ايه؟ انا بدرس مع الذات، بزود الرغبه في الاستذكار. يبقى لما انتهي من الموضوع بتاعي وحدد له وقت، يبقى الوقت قدامي، الساعه التايمر معايا على طول. الوقت قدامي ساعه كبيره ساعه صغيره تايمر، ليه؟ عشان احدد بيه وقتي، لان كل ما الوقت هيدوم الانسان هيخلص مثلا باب في شهرين. الله، ده لو خلص السنه كلها مش هخلص في بابين، ده انا عندي 6 بابان. لا، شاهن نفسك بقى، انا كده بتحدث مع الذات، ده اسمه التنافس مع الذات، بخصص وقت. بالفعل
انا فلسفه تحديد وقت معين للانتهاء من الاستذكار، يعني اقول اذاكر من 8 ل 12. طيب ايه فلسفه تحديد وقت الانتهاء من الاستذكار؟ حتى لا اشعر بالضيق والملل والكراهيه للمذاكره. خلي بالكم، يعني انا لما اذاكر كتير قوي 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 كده واقول بقى انا عايز انجح وعايز اتفوق، ممكن تجيني لحظه امل من المذاكره، اكره عمليه المذاكره، وخاصه اللي بيبداوا في شهر 7 ويذاكروا كتير، بيجوا اكتر شهرين شهر 4 وشهر 5 الطالب بنسمعه بيقول انا كرهت المذاكره، انا كرهت نفسي، انا عايز اولع في الكتب، انا مش عايز ادخل الامتحان. لماذا؟ لانه ارهق نفسه في عمليه المذاكره. فالتحديد ايضا وقت معين للانتهاء من الاستذكار حتى لا اشعر بالضيق او الملل او الكراهيه للمذاكره. علينا ان نتساءل معا ايضا من اسر الاستذكار الفعال زياده الرغبه في الاستذكار، قلناها ايضا لابد من المشاركه النشطه. علينا ان نتساءل معا، بيقول لي ايه؟ يكون الاستذكار فعالية قصوى إذا كنت نشطا إيجابيا، فكيف تتحقق المشاركة النشطة أثناء عملية الاستذكار؟ لابد عزيز الطالب أيضا من المراجعة وتدوين المذكرات. تفضل مستر. تمام أستاذ باسم، هنا بنقول بذاكر لازم أراجع كل فترة. طالب يقول لي يا أستاذ أنا ذكرت مثلا الباب الأولاني في علم النفس مثلا من شهرين مثلا الآن مش فاكر الحاجات الضئيلة منه، هو شيء طبيعي. أنت راجعت؟ يقول لي والله للأسف الشديد ما رجعتش. خلاص مسكنا كده الجرح، عرفنا الهدف ايه بتاع الطالب ينجح لكن للاسف ما رجعش الماده، يبقى شيء طبيعي هينسى. المراجعه من وقت لحين مهمه جدا، وده بنقوله دايما للطالب. كل ما تخلص باب في علم النفس الباب الاولاني خلص، خدت التاني راجع الاول مع التاني، عامل امتحان على الاثنين، خدت التالت اول وتاني وتالت وهكذا. حضرتك درس مع درس، يعني انا خدت درس النهارده اراجع درس من الاول او اراجع الدروس اللي قبل كده. عزيز الطالب مجرد مراجعه قراءه عناصر فقط. طب طالب ممكن يا مستر ايمن يقول لي هي العناصر يعني هتفكرني بالتفاصيل؟ هتفكرك. اقرا العناصر فقط. طب لو انا براجع ولقيت عنصر انا نسيه اراجعه سريعا، يبقى اذا لابد حتى يكون الاستذكار فعاليه قصوى تكون نشطا ايجابيا، وده الدور الايجابي للمتعلم ايضا حضرتك بالظبط، اللي هو لابد من المراجعه من حين لاخر، ولابد ايضا النقطه الثانيه من تدوين المذكرات. بمعنى ايه تدوين المذكرات؟ معناها ان انا اشرح، اعمل عمليه تلخيص، اطرح اسئله، ايه السؤال اللي جاء قبل كده، ايه اللي ممكن يجيني في الامتحان زي كده دلوقتي، يقول لي صح ام خطا مع التعليل. يكون الاذكار فعاليه قصوى اذا كنت نشطا ايجابيا، اقول العباره صحيحه واشرح المشاركه النشطه عن طريق المراجعه وتدوين المذكرات. تمام. علينا ان نتساءل معا، هل القراءه بالفهم ام القراءه بالحفظ تساعد على الاذكار الفعال؟ اللي هي من خلال النقطه الاخيره الا وهي ايه؟ طبعا استخدام طرق القراءة الجيدة. ودي انا ليا فيها وجهة نظر كده يعني عايز اركز على نقطة معينة فيها. تفضل حضرتك سريعا. استاذ باسم، بنقول طبعا نقول استعراض المادة بوجه عام، لازم استعرض المادة بوجه عام. تلاقي معظم الكتب بتاعتنا الآن المدرسية نستلمها من الوزارة، بتلاقي في الأول الفهرس، كان زمان الفهرس ده في الآخر، لا قال لك الفهرس في الأول أفضل. ليه؟ تستعرض المادة بوجه عام. عارف حضرتك مصداق لكلامك، المفروض الطالب يجيب الماده في اول السنه ويقعد يقراها يشوفها هي بتقول ايه، بتتكلم عن ايه فقط، ادي استعراض الماده قبل دراستها. اتفضل حضرتك. تاني حاجه عندنا الربط بين المعلومات القديمه والمعلومات الجديده. تمام. ودي مهمه جدا. علم النفس انا كان بيقول ايه؟ هو علم دراسه السلوك. طب ما السنه دي اول موضوع عندي الذكاء، انا كطالب بقى المفترض فاهم، بقول بدرس الذكاء ليه؟ لان بيأثر على سلوك الانسان. يبقى اصبح عندي هنا ربط المعلومات القديمة بالقديمة، دي مهمة جدا في الاستذكار الفعال عن طريق طرق القراءة الجيدة. لابد ايضا من البحث عن المبادئ العامة للمادة، لابد من الجزئية، معرفة الجزئيات والتفاصيل. الجزء النقطة الأخيرة ألا وهي استخدام الحركات أو الإيقاع الصحيح لحركات العين. عزيز الطالب مستر أيمن، على العين أن تعي ما تقرأ. عزيز الطالب الكلمة دي جميلة جدا، استخدام الإيقاع الصحيح لحركات العين، بمعنى على العين أن تعي ما تقرأ. المفروض وانت بتقرأ تفهم انت بتقرأ ايه. يبقى كده بالفعل انهينا درس اليوم اللي هو مبادئ التعلم الجيد، وربطناها ايضا عزيز الطالب بأصل الاذكار الفعال، ودي موضوع مهم جدا لجميع المواد ومهم جدا لجميع طلاب الثانوية العامة او حتى الاعدادية. عزيز الطالب نركز، او السؤال اللي ممكن يجيني في النقطه دي اقول له تيسر القراءه بالحفظ عمليه الاستذكار، هقول العباره خاطئه، تيسر القراءه بالفهم، وابدا اشرح استخدام طرق القراءه الجيده. اعزائي الطلاب، انتهت الحلقه اليوم
واشكر الاخ الزميل الاستاذ ايمن صبري استاذ الماده بوزاره التربيه والتعليم. شكرا لحضرتك، شكرا. واشكركم على حسن الاستماع والمشاهده، ويا رب تكونوا سجلتوا ورانا التساؤلات وطريقه الشرح، والى لقاء اخر ان شاء الله. وكان معكم باسم هولة، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.